أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكر بعض أهل العلم أن الحامل والمرضعة إذا خافتا على الجنين فليس عليهما إلا القضاء فقط، وليس هناك دليل على الإطعام، فما هو التوجيه لهذا؟ الحامل والمرضع لم يرد ذكرهما في القرآن، لما ذكر المريض والمسافر والذي يطوق الصيام وهو كبير، فهذه فتوى من الصحابة كابن عمر وغيره، مأثور هذا عن الصحابة ولم ينكر. هم لازم يكون فيه دليل من الكتاب والسنة، بل عمل الصحابة وفتاوى الصحابة يعمل بها. نعم.